السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع تقدر تحول التكست او البرومت لحاجة 3D. طيب خلينا اجي هنا على الاي اي برومت، وهاجي هنا هكتب مثلا كار، مثلا سيارة. هو بيقول لي ما تحطش اسامي اشخاص او انيمال او كده. ممكن تقول مثلا عايز فيلا، عايز عمارة، عايز قصر، زي ما انت عايز. تمام، كلاسيك كار مثلا. هو يبدأ يحولها لك ل3D موديل خاص بيك، يعني مش بيدور على سيارة 3D وخلاص، لا هو بيعمل لك حاجة خاصة بك انت. بص كده عمل لك اهو سيارة. لو انت جربت الموقع وجربت تعمل سيارة هتلاقي سيارة غير السيارة اللي ظهرت لي. تمام، تقدر بقى تزود كمية ال LOD اللي موجودة فيها التفاصيل. ممكن تقول لا ده انا عايزها مثلا كلاسيك، ده انا عايز كيرفي، عايز راوند. تقدر تغير الخصائص عشان تجيلك السيارة زي ما انت عايزها. لاحظ اللايت، فتقدر تتحكم في كل الخصائص اللي موجودة. طبعا هنا عندك بعض التولز اللي تساعدك على اللف حول السيارة وإن أنت تشوفها فدي أداة ممتازة جدا. تمام، لو أنت في حاجة عايز تشيلها أو كده ممكن تكتب تقول له احذف لي كذا، اعمل لي كذا، غير لي كذا، شيلش كذا. كل اللي أنت عايز تعدله تقدر إن أنت تعدله هنا بكل سهولة.